يعني ايه؟ ايه بقى بلطجه يعني؟ طب اتحملوا بقى اللي هيحصل لكم، ازاي تجيبوا بلطجه للناس بعد ما بيع لهم الشقه؟ اهو كل اللي انت قلته ده عندك حق فيه. طول عمرك حرامي وضلالي وقلبك اسود وعينك ما بتروحش غير اللي في ايد غيرك. فاكر لما كنت صغير وسرقت فلوس من جيب ابوك وهو عرف وصمم ان هو يطردك من البيت وانا وقفت له وقلت له ده لسه صغير ما يوعاش. يا ريتني كنت سبته يطردك بدل ما انت ماشي زي الكلب السعران تعض في الناس كلها حتى في اللي ربوك. بقول لك يا اما اخرجي بره الموضوع ده يلا. اخرس يا راجل يا مهزأ يا سافل يا عالة على الانسانيه. واقف تناطح مع الست الوالده كده عادي وما خايفش من عقاب ربنا؟ طب يمين بالله لو ما احترمت نفسك لا طلعك من هنا، دماغك دي في يدك. ها يا باشمهندس بركه. ايه يا جلال بيه عامل ايه انت؟ كويس. طب خد راح فين مفتاح العربيه؟ يلا مارس مهامك الطبيعيه، عايزك تطوق العربيه من بره ومن جوه وطلع الدواسات وتاخدها وش كده غسيل ومكوى. يلا على طول. حاضر. يلا. طيب. جلال به يونس طبعا تعرفه، وده اقل اصدقاء الجدد. يلا روح، ولو فكرت تقرب من الشقه تاني هسوحك يا مهزأ. يخليك ليا.